هل فينا نستعمل الكونكريت من دون ستيل؟ نعم، بعض الابليكيشنز بتطلب يكون الكونكريت بيحتاج شوية تنسايل سترينث، فنستعمل FRP أو الفايبر، فايبر رينفورس بلاستيك أو بوليمرز. هذه التجربة كانوا عاملين كونكريت، صنعوا منه طاولة واستعملوا فيه الفايبرز، شوف قديش هو فلكسبل. مع هالمقدمة عرفنا أن الكونكريت مع الفايبر بيعطوا فلكسبيليتي وبيعطوا تنسايل سترينث. من هون طلعت ب 2005 تكنولوجي اسمها كونكريت رول أو كونكريت كلوث، اللي هي عملتها شركة كونكريت كانفاس، وهي حاليا انتشرت كتير ب 2018. هي عبارة عن قماش فابريك زي ما احنا شايفين، طبعا هذا هو الفايبرز أو الفابريك، ومن جوا بيكون في سبيشال كونكريت باودر مع الفايبر اللي حكينا عنه اللي هو الفايبر ماتريكس. طبعا الباودر بيحتاج الى مي عشان يصير رياكشن ويتفاعل ويصير صلب، عشان هيك بالسايت بعد الانستوليشن بيرموا مي عشان يصير رياكشن. الكونكريت كلوث بيعطينا هاي ايرلي سترينث، فيعني الهاردنينج تبعه بيكون بسرعه 80% من السترينث بيعطينا اياه بعد 24 ساعه، والكونكريت بيقدر يوصل ل 40 ميجا باسكال. من ورا عندنا ووتر بروفينج بي في سي عشان ما بقدر يخترق المي، كمان بتكون كيميكال ريزيستنس وبتكون كمان فاير ريزيستنت. بالنسبة انه ده شو هو متوفر بالسوق، المتوفر بالسوق 5mm و8mm و13mm. هاي بس فيديو بارجينا كيف انه سهل الانستوليشن، ما بدنا كتير مان باور، وفي طبعا جايدلاينز موجودة من كونكريت كانفاس فينا نلاقيهم على كيف نحن نعمل لابينج وكيف ممكن نعمل الدريلز او الانكوريج. اللابينج مهم طبعا عشان نمنع الووتر بنتريشن، ويكون كمان عندنا يعني بوندينج قوي، سترونج بوندينج عشان تكون ستيف ماتيريال. الكونكريت كلوث ممكن يستعمل كترنش او ديتش لايننج، ممكن يستعمل للبي سي سي للبلايندينج لنظافه، ممكن يستعمل للباي بروتكشن والروفينج فينيشرز، ويستعمل كمان للشيلترز، كمان ممكن نستعمله لتثبيت التربه او بسموه سلوب ستابيلايزيشن. وممكن كمان نستعمل كونكريت كلوث لاصلاح الكونكريت بيمز او الريبير وركس زي ما مذكور هون بهالدراسه. طبعا الادفانتجز كتير، اولا سهل الاستعمال وسهل الانستوليشن انه تركبه، ومش بس هيك كمان اذا بدك تعدل اي شيء او تعمل اي ادجستمنت فيك تستعمل الادوات العاديه مثل السكينه والمسطره، طبعا هذا اذا بدك تعدل حجم الكلوث. ثانيا الكونكريت كلوث بيعطينا فليكسيبيليتي زي كانه حاطين ستيل، ومش بس هيك سترونج وديورابل. من الادفانتجز كمان انه هو بيعطينا سيتنج تايم سريع، 240 دقيقه بيكون نحن فينا نستعمل الكونكريت كلوث، لانه نحن بنحصل 80% من قوته بعد 240 دقيقه. اما الكونكريت العادي بيحتاج 10 ساعات لتبلش انت تقدر تشتغل. كمان من الادفانتجز انه هو مقاوم للحريق ومقاوم للكيميكلز الضاره، هذا شيء جدا مهم للمهندسين. طبعا في كتير ادفانتجز للكونكريت كلوث مثل انه هو ارخص من الكونكريت العادي، بوفر وقت. طبعا هاي كانت نبذه سريعه عن الكونكريت كلوث، ولا هو ما موجود عندنا بالخليج الى الان، وانا بشجع وبحبذ المهندسين يطلبوا هاي الماتيريال الجديده لانه فعلا بتوفر وقت وارخص من الكونكريت العادي. راح اترك لكم اللينكس تحت بالديسكربشن للي حابب يتوسع اكثر بالموضوع، ويعطيكم العافيه.